أنا وجدت سؤالك في غاية الأهمية حقيقة، وأشكر يعني أشكرك أيضا على هاي الأسئلة. أنت قلت حول القرآن والأنبياء أنه هل في واحد إيجابي هيك قلتي فيهم أو منهم؟ نعم أستاذ، كنت بسأل عن أي مفيش شخصية إيجابية، كلهم طبعا ريبتيليان سلبيين وكده. القرآن تقولين إنه ما فيش، سؤالك إنه ما فيش واحد فيهم إيجابي الأنبياء؟ نعم ما هو هنا أنت أكو فكرة، إحنا راح نرجع إلى مسألة في غاية الأهمية، إنه من هو الخالق بالقرآن؟ شوفي أنت من تأتيني بهذا السؤال أنا شوية لازم أرجع إلى العمق، من هو الخالق بالقرآن؟ هذا الخالق، لأن هم مو يقرؤون القرآن، زين يقول لك إنه الخالق قال، مو صحيح؟ يعني الخالق ذكر قصة موسى، انتبهي انتبهي، صحيح ولا مو صحيح؟ هستي خلي أمشي وياك درجة درجة، يلا هستي متفقة؟ قولي أوافق أو لا أوافق. نعم عن قناعة. أمكن أوكي، الآن من الذي يفسر؟ من المتكلم؟ انتبهي، من المتكلم الذي يقول أن القرآن الخالق ذكر قصة موسى، فالمتكلم هو الإنسان. هسه موافقة أو مش موافقة؟ نعم أوكي، فإذا الآن المتكلم هو الذي يدعي الحقيقة، المتكلم هذا اللي اسمه إنسان هو اللي ينطق، يقول لك القرآن كذا، وتجدين المتكلم الآخر مسيحي يقول لك المسيح كذا، والهندوسي ها. فيجب أن تعرف في الملاحظة المهمة أنه كل الفلسفات الإنسان هو الذي تكلم. أنا أتحدى أي شخص يسمع هاي المحاورة فكروا بها 100 مليون سنة، من الذي يدعي؟ فالآن سؤالك من المتكلم؟ أيضا أنت تقولين أنا فكرت وطرحت السؤال، عرفي نفسك. مين أنت؟ أنت تقولين أنا تكلمت، طيب عرفي نفسك، فين أنت؟ يعني بالرأس أنت، بالعقل فين العقل؟ أنت الروح فين الروح؟ نمسك الروح فين أنت؟ فكأنه إحنا البشر كلنا انتبه الآن، مصابين كلنا مصابين بالتصغيرية، يعني هيك أفكار ونقول الأنبياء كلهم إيجابيين أم سلبيين بالقرآن، والآخر يقول لك هل المسيح صلب أم لم يصلب، فهو المتكلم ها مش معرف، هذا الإنسان مش معرف. مو هي القصة فيها عمق، لازم احنا نعرف الأعماق. فإذا هسه احنا متفقين، فإذا الذي يدعي أنه القرآن الخالق والخالق ذكر بالقرآن يعني ذكر موسى ومحمد وسليمان ذكر، فهذا القول هو قول إنسان. انتبه انتبه، الآن الإنسان بصورة عامة، العواطف، المشاعر، الأحاسيس، كله، الفكر، منين جاي؟ هذا شلون صار بالأرض؟ شوفي أنت بدأت بهذا السؤال وأنا وين وصلت؟ هذا اللي يتكلم واللي يسأل شلون صار بالأرض؟ أي شلون إحنا لا نستطيع أن نجيب هذا السؤال إلا إذا نعرف هذا الإنسان شلون وصل إلى الأرض. أتحدى كل شخص يسمعني، أبدا ما تقدر تجيب.
على أي سؤال فلسفي، أي نوع من الأسئلة، إذا ما تعرف شلون الإنسان صار بالأرض، أي سؤال اسأليني بالأديان بالروحانيات راح أرجع أقول لك هذا شلون وصل الإنسان إلى الأرض. ونحن أجبنا الإنسان وصل إلى الأرض عن طريق سقوطات كونية، تصارع الملائكة، انتبهي، تصارع الملائكة لتريليونات من السنوات، هذا تكلمنا حوله، الشرخ الكوني وتصارع الإيجابيين مع السلبيين وإنتاج الأكوان المادية، تمام؟ يعني هي كانت بالبداية أكوان ضوئية وبعدها شبه ضوئية وشيئا فشيئا انفصال، تصارع الملائكة، وهناك ملائكة نسميهم تجريبيون بدأوا يجربون الخلق وعملوا أو خلقوا الدراكونيان، وأسميناهم هاي الكائنات اللي كسرت الصناديق كائنات الدراكونيان روبوتية، وبدأت الكائنات الروبوتية الدراكونيان، تمام، تخلق وتنتج سلالات من عدها، انتبهي انتبهي، بدأت الأكوان بالتوسع وأجيال من مختلف أنواع الكائنات تنتشر والأكوان بتوسع. وهنا بدأ اللف والتحريف والغموضية، أخفيت كثير من المعلومات وغيروا التاريخ وإحنا ما نعرف أصلا، إلى أن انتبهي إلى أن وصلنا إلى المنطق الضعيف، القرآن والأنبياء إيجابيين أم سلبيين، كله منطق ضعيف زيرو، هذا كله كله محرف، كله كله من فوق لتحت، فالإجابة محرف، يعني ما أقدر أقول لك إيجابي سلبي، هذا منطق القرآن منطق الدين كله فيك. ليش؟ لأن السقوط الكوني والتاريخ الكوني عميق جدا جدا، ووصلت إلنا معلومات ضعيفة، صغروها القرآن وموسى ومحمد، وموسى هيجي عمل ها، وسليمان هيجي سوى، فيك فيك كله كله كله. أنت تقرأين بعلوم هاي العلوم الدينية فيك، يعني أمامك كتاب، ها شوفي، أمامك كتاب، أمامك كتاب خلفه بلايين من الحقائق التي أخفيت، وأعطوك هاي القصة الضعيفة، أشغل الناس بها، موسى ومحمد وسليمان وأشغلونا أشغلونا يعني لآلاف من السنوات، واستغل الدين لمصالح سياسية سيطرة. مين اللي جاب القرآن ومين اللي جاب الدين؟ أقسم بالأكوان العظيمة، أمام الأكوان تسمعني، الأوناناكي نفس الشيء، الأوناناكي دراكونيان زواحفين جابوه، هم صناع، مو إحنا كان عندنا لقاء من حكينا يعني بعمق أقصد حول هذا الموضوع، فهو الدين مسرحية، مسرحية حقيقة، قصة ضعيفة، قصة هيك بشخصيات، هاي سليمان ومحمد ويوسف وذول الفيك، كله فيك، هذا جوابي، ضعيفة، ما نجعلها انه ايجابيين او سلبيين، لا لا هاي ما تفيد هكذا. اوكي إيه، هذا الجزء الثاني اعتقد، لان انت كنت تريدين توضحين شيء. اي نعم استاذ، يعني السؤال بشكل اوضح، قصدي في الشخصيه فيهم كانت بتدعو للصحوه بالقران، زي ما بنتكلم عن المسيح ان هو شخصيه مرافقه. شويه صوتك مش واضح. نعم استاذ، الصوت ضعيف. ايه اقصد شخصيه
كانت بتدعو للصحوة. بالقرآن للاستيقاظ. نعم، يعني مثلا إبراهيم كان دايما يقول ما نعبدش الأصنام، يتحدث عن الأصنام، اي لا يتكلم يعني إن الناس ما تعبدش الأصنام وقصة الأصنام وكده. يعني لا لا، هاي مو صحوة. مو انت هسه انا فهمتك. دقيقة دقيقة، لا 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 لا، دقيقة. توث اللي هو هيرميز، معروف هذا بالمصريات القديمة، هذا يدعو إلى الصحوة أو الاستيقاظ، بس هذا الاستيقاظ فيك. مو أنت طيب عرف الاستيقاظ. أنا أتحدى كل شخص يسمعني، شنو الاستيقاظ؟ مو هذا الاستيقاظ الناس هم مختلفين به، يعني الاستيقاظ عند الهندوسية يختلف عن الاستيقاظ عند المسلمين، والاستيقاظ عند البوذيين يختلف عن المسيحيين. شنو الاستيقاظ؟ كل واحد عامل له الإله، وكل واحد عامل له الطقوس. عرف الاستيقاظ. يلا أنا هسه موجود وكل واحد يسمعنا، عرف الاستيقاظ. احنا حكينا كثير حول مسألة الاستيقاظ، وقلنا أن الاستيقاظ هو فهم الإنسان حقيقته أنه ضوء الأكوان. هذا الاستيقاظ. أنا هاي قناعتي، الاستيقاظ عندنا احنا الانسان خالق. الانسان في حقيقته ملاك كوني اسقطه. الانسان في حقيقته قوه خالقه، هذا الاستيقاظ بتاعنا. الان حناتي للقرانيات والمسيحيات والهندوسيات، كلها هنا اللزمه، هنا اللزمة. مو هذا الآن راح نأتي إلى سيكولوجيات الأنوناكي العليا. مو إحنا أجبنا، يضعون شيء جيد لكن الخلف بتاعه ربط بالأنوناكي. فهو ما له علاقة إبراهيم والأصنام، بل على العكس، هاي بتاع الأصنام ممكن هي فيها الاستيقاظ و قلبت. لأن الشيطان بالقرآن، الشيطان هو الصح، الخالق بالقرآن هو الشيطان الخالق، هذا اللي هسه الناس تروح للكعبة ها وتحج ولبيك الله، مو هيك يقولون؟ هذا هو الشيطان اللي هو إنليل. الشيطان بالقرآن هسه هاي بالمعاني الروحية، الشيطان بالقرآن هو الصح، لأنه الشيطان بالقرآن قال لآدم: يا آدم أنت أبدي. والإله بتاع القرآن ليش زعل أو غضب؟ لأن ما يريد الآدم أن يتحرر ويعرف أن آدم أبدي. هذا فالخالق هو الشيطان. ولهذا ليش الخالق بالقرآن ها قال لهم انزلوا وانتم يعني خالفتوني وغضب عليهم؟ السبب لانه عاوزين يتحررون. فهي الفكره بالقران، ها هو بالحقيقه بسومر القديمه كان هناك معارضه لانليل قويه من شعوب تريد تتحرر من سيطره الاوناناكي، لان الاوناناكي استعبدت اوكي يعني شعوب العراق أو شعوب مصر حتى أيضا، يعني شعوب هاي المنطقة، شعوب الخليج. فالناس في ذلك الوقت تعبوا كثيرا من حكم الأنوناكي، ولهذا إنليل هاجمهم نعم بأسلحة نووية، وهاي قصة سدوم وعمورة باستمرار، يعني احنا وضحناها أنه هاي من صناعة الأنوناكي من إنليل. والفيضان أو الطوفان يسموه، مو طوفان بتاع نوح، هذا هو إله القرآن عامله اللي هو إنليل. لأنه احنا وضحنا، يعني أقصد أنه إنليل كان يريد، بس هذا جزء من الجواب. يعني هناك أعماق أخرى بأسباب الطوفان، بس جزء صغير أنه كان يريد ينهي ممكن الحضارة البشرية، بس هذا جزء، هناك أجزاء عميقة أخرى وضحناها. فاللي عامل الطوفان إنليل.
والخالق بالقرآن إنليل، بمعنى إبراهيم هو من أتباع إنليل. لازم، يجب يجب يجب، إبراهيم من أتباع إنليل بليون بالبليون. لا هو حنيف ولا استيقاظ، هم ربطوه بالاستيقاظ، لا 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 لا، كله مؤسس من ألعاب الأنوناكي. هكذا، أوكي. أعتقد الجزء الثالث من نقاشنا، وهو نقاش مهم، أنت قلتي أنه ذول المذكورين بالقرآن، يعني هل يعرفون أنه هم من الأنوناكي؟ شنو بل سؤالك حتى أتناقش معك؟ يعني أقصد أن الشخصيات دي كانت تعرف أن هي تبع الدراكونيون أو الأنوناكي، اللي هم اللي ما يسموهم أنبياء بالقرآن. نعم، خلينا نقول مثلا سليمان نفترض، أو موسى. نعم، هم عارفين أن هم مقادين من كائنات ثانية، وعندهم خلفية أن هم بيصدرون العلوم السلبية، أو عندهم خلفية أو يعرفوا أن هم تابعين لكائنات ثانية، ولا هم كمان مضحوك عليهم؟ طيب بالنسبة، خلينا نرجع للمصريات القديمة. توث يعرف أنه هو متعامل مع الأنوناكي، توث، ويعرف توث أنه قدم معلومات خاطئة، يعرف يعني توث متعامل مع الأنوناكي وقدم معلومات خاطئة، تمام؟ هسا هاي بالمصريات القديمة، ويمشي التاريخ إلى أن يصنعون الإسلام. الآن أنا أجيبك، بس شوية انتبهي على الجواب بتاعي، لأن أنا أخذ الأمور بعمق. بالنسبة إلي آني، أنا ما بحثت بشخصيات ما يسموهم أنبياء اللي هو فيك، يعني سليمان وموسى، ما بحثت بعمق هل هم موجودين أو مش موجودين، يعني كأشخاص بشرين عاشوا بالأرض، هل هم موجودين أو مش موجودين؟ أنا ما بحثت، لكن هناك ادعاءات، مثلا يقولون أنه هذه شخصيات وهمية، هذه ادعاءات. الآن أمشي مع الادعاءات، خليني أمشي وياك. إذا كانت الادعاءات أنهم شخصيات وهمية، بمعنى فور شور هم بتاع أنوناكي، يعني هي شخصيات وهمية، إذا الأنوناكي صانعين الوهم هذا، خلاص بعد متفقين. الآن إذا كانت موجودة، يعني مثلا سليمان، موسى، ها البقية، ممكن موجودين بس بأسماء أخرى، انتبه الآن، موجودين لكن بأسماء أخرى، بأدوار أخرى وبقصص أخرى، لكن أجيبك، هل هم يعرفون أنهم يطبقون ومتعاملين مع الأنوناكي؟ لا لا، مو هكذا. هو يكون، إذا يكون موجود موسى، فيكون موسى بشخصية أخرى باسم آخر، ويكون، يجب أن يكون مزروعة فيه كودات روبوتية حقيقة، انتبه الآن، كودات روبوتية، يعني عايش ممكن بكهف، خلي نفترض هكذا، ويبدأ يقاد. نعم، أو مو هذا الأمر فيه عمق، أو ممكن، ها، يبدأ يعتقد، ها، أنه حكيم ومرسل. ها شوفي، الرماديين والزواحفين والأنوناكين عندهم خبرة جدا كبيرة بقيادة الإنسان، أنه أنت رسول، هاي صناعتهم، عندهم أجهزة وعاملين عمايل أصلا، ويظن الإنسان، ها، أنه هو فعلا رسول، وهو فيك، ماكو شيء. فإذا كانوا حقيقيين، الآن أبقي معايا فرع، إذا كانوا حقيقيين، هل يشترط أنه هم يعرفون، هم يطبقون، ها، تعاليم الأنوناكي؟ لا، في حالة إذا كانوا حقيقيين، لا 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 لا، مزروعة كودات روبوتية، ها، ويبدأ ممكن ينشر أمور معينة،
بس انتبه الآن، راح نرجع الآن إلى نوح. نوح كشخص زور بالقرآن، يعني نوح هذا المذكور بالقرآن مزور، بس هناك شخصية نوح ابن أنكي. الآن اتوسع النقاش. إذا نوح اللي بالقرآن هذا وهمي، يعني مو حقيقي، بس هناك نوح هو ابن أنكي حقيقة أو أحد أحفاد أنكي، هذا نوح. إبراهيم هذا بشخصية مش اللي نفسها بالقرآن، بس بشخصية حقيقته إبراهيم موجود، بس مش موجود كإبراهيم المذكور بالقرآن، وإنما إبراهيم حقيقته، إبراهيم حقيقته متعامل مع الأنوناكي، صح، مثل توث. إذا الآن راح نوصل للنتيجة، هناك شخصيات بالقرآن، نوح، إبراهيم، أنوناكية موجودة تاريخيا من الأنوناكي، وهناك شخصيات أخرى قسم أو كلهم ممكن إذا كانوا حقيقيون زرعت فيهم كودات الأنوناكي ومشوهم هكذا، حتى ممكن مثل المجتمعات السرية، قسم من أصحاب المجتمعات السرية مزروعة بهم كودات الريبتيليان، ويعتقد هو أحكم الحكماء، هو الفاهم حقيقة، بقية الناس ما يفهمون. الآن توث محرف، هذا فور شور. المسيح أشيانا دين، تذكر شيء مهم حول المسيح، المسيح تقول أنه مو هذا المسيح اللي بالإنجيل، هذا محرف، وتقول هاي في كتبها أن المسيح استلم المعلومات الحقيقية، بس مش هذا المسيح الموجود أقصد بالإنجيل، لا هذا محرف. شوفي، إذن هناك شخصيات، يعني شخصية المسيح الحقيقية حرفوها، فشخصية المسيح الموجود بالإنجيل محرفة، يعني الوضع بتاعه، القصة بتاعته، وأيضا شخصية المسيح بالقرآن محرفة، لازم تعرفين، يعني سواء بالإنجيل أو بالقرآن محرفة. راح ندخل أعمق الآن، هل المسيح تعامل مع الأنوناكي؟ هذا عمق، هذا عميق، لأن الآن راح نتوسع. أوكي، هل بوذا من الأنوناكي؟ ما أعرف، عميق، هذا جدا عميق، يعني لازم ما أعرف، ممكن نعمل اتصالات كونية، نفكر أكثر، بس إذا تسأليني المسيح الحقيقي، بس دقيقة بالله، هناك المسيح الحقيقي، هذا مو بتاع أنوناكي، بوذا الحقيقي ممكن أيضا مو بتاع أنوناكي، ممكن مو بتاع أنوناكي، بس أنا ما دارس، يعني أنا ما عندي خبرة بدراسة شخصية بوذا حقيقة، بس اللي أجيبك أنه شخصيات القرآن محرفة بصورة عامة هيك، يعني تقريبا هالمعنى هذا. تقبلي تحياتي وأشكرك حقيقة كثيرا على هذا السؤال الرائع يا أختنا المبارك.